هل ترك الزكاة يكون كفرا وإن لم يكن جحودا؟ إذا منعها بخلا فلا يكون كفرا، لكن تؤخذ منه قهرا، تؤخذ منه قهرا ولو أدى هذا إلى قتاله كما فعل الصديق رضي الله عنه. أما من جحد وجوبها فهو كافر ولو دفعها. إذا جحد وجوبها قال ندفعها لكن على أنها تبرع وإحسان ولا أعتقد أنها واجبة، هذا يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أما إذا منعها بخلا فهذا لا يكفر، وهو يؤمن بوجوبها هذا لا يكفر، ولكن لا يترك، تؤخذ منه قهرا، فإن دافع فإنه يقاتل كما فعل الصديق رضي الله عنه. نعم.